يقول السائل: أمي أتت معتمرة إلى مكة، ثم إنها تريد أن تخرج إلى التنعيم لتقوم بعمرة أخرى لابنها. نعم. أحسن الله إليكم. أمي أتت معتمرة إلى مكة، ثم إنها تريد أن تخرج إلى التنعيم لتقوم بعمرة أخرى لابنها المتوفى، فهل يجوز لها هذا؟ يجوز تكرار العمرة من التنعيم، ولكن الأفضل تركها والبقاء في مكة، يصلي في المسجد الحرام صلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، ويعتكف في المسجد الحرام لتلاوة القرآن والدعاء وصلاة النوافل، هذا أفضل له من العمر. ويدعو لمن يريد، يدعو لوالديه، يدعو لأخيه، يدعو لمن يريد، ويطوف بالبيت ويدعو لنفسه ولوالديه ولمن يريد من المسلمين، يدعو لهم في الطواف، وهذا يكفي عن تكرار العمرة، لأن تكرار العمرة من الحرم هذا ما ورد عن السلف، ما ورد أنهم يخرجون من مكة ويأتون بعمرة من الحل، هذا إنما ورد في حق عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقتنع بالعمرة التي قرنتها مع الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم من أجل أن يقطع تندمها ويطيب خاطرها، بدليل أن الصحابة ما فعلوا هذا، ما كانوا يفعلون هذا، فالبقاء في مكة والبقاء في المسجد الحرام والطواف بالبيت، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من تكرار العمرة. نعم.